بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هفتح برنامج الرينج نوت باد، وهاجي عند الفورم ديزاينر، ودي الفورم اللي عندي. هحط عليها زرار بالشكل ده كده، والزرار ده هظبط الفونت بتاعه على 14 وهدوس اوكي. وعايز اخد منه نسخ تانية، خلاص. وانا واقف عليه كده، يعني بص انا هعلم عليه. وانا واقف عليه كده، في فوق عندي حاجه اسمها دبل كيت، هتدوس عليها هيعمل لك نسخه تانية منه بالظبط، هو هو اكنك خدتها كوبي وبيست. احط نسخه تحت منه كده، اوكي اهو، وهعلم عليهم الاثنين كده، اعمل دبل كيت، اخد النسخه كده هنا. يبقى انا كده عندي اربع ازرار. اول زرار ده التكست بتاعه هيبقى مكتوب عليه شو، والزرار ده التكست بتاعه هيبقى مكتوب عليه ماكسمايز. اللي بعده هيبقى مكتوب عليه مينيمايز. اللي بعده نكتب عليه فول سكرين. كده انتوا عرفتوا هنعمل ايه او لا. خلاص، اول واحد هسميه بي تي ان شو، وتاني واحد هسميه بي تي ان ماكس، ثالث واحد هسميه بي تي ان ام اي ان، اخر واحد هسميه بي تي ان فول. نرجع تاني لاول واحد. اول واحد هخليه يشتغل على ميثود هنسميها اي شو، تاني واحد هخليه يشتغل على ميثود اسمها ماكس، تالت واحد هخليه يشتغل على ميثود اسمها اي ان ميني ام اي ان، اخر واحد هخليه يشتغل على ميثود اسمها فول. لسه طبعا ولا ميثود اتعملت ولا اي حاجه اتعملت. هعمل سيف من الفورم ديزاينر على الديسكتوب، هسميها فقط اف ار ام بس على كده، وهدوس سيف. هروح للكود بتاعها وهنزل تحت، هاجي هنا هبدا اشتغل. هعمل فانك هسميها ماي شو، وهعمل فانك هسميها ماكس، وهعمل فانك هسميها ام اي ان، وهعمل فانك هسميها فول. دول الاربعه اللي عندي كده. هاجي عند الماي شو، اقول لها شفتي الاو فيو، الاو فيو، اوكي الاو فيو، هقول لها دوت جواك الون، الشاشه اللي عندي دوت، عايزها شو عاديه، تمام كده. هاجي هعمل نفس الكلام هنا في الماكس، بس هقول انا مش عايزها شو عاديه، لا ده انا عايزها شو ماكس مايز، وهنا هحتاجها تكون شو ميني مايز، وهنا هحتاجها تكون شو فول سكرين، وبس كده. هعمل سيف للكلام ده كله، وهعمل كنترول مع اف 5 علشان اجرب الكلام ده. تعالى بقى ننزل الرينج نوت باد تحت كده ونبص على الشاشه. جرب كده ماكسمايز شو، شو ما بترجعهاش، امال ايه اللي يرجعها بقى؟ طيب تعالوا كده نقفل الكلام ده ونجيب الرينج نوت باد. بلاش شو، بلاش ايه، بلاش شو، تعال نجيب شو كده، وايه نشوف بقيه الشوهات اللي موجوده. ايه يعني في شو، شو كل ما نرجع بالكلام ده دلوقتي،
فول سكرين، شو ماكسمايز، شو منيو منرجع بيها، شو ماس منرجع بيها مش مينيمايز. ماشي شو منرجع بيها؟ ايوه ممكن شو نورمال او شو نورمال. شو نورمال، تعال نجرب كده. شو نورمال دي، شو نورمال يعني اعرض الطبيعي. تعال نجرب كده نشوف. اعمل سيف وتعالى كنترول مع اف 5 بالشكل ده. لا تعالى نزل الرينج نوت باك تحت، تعالى نجرب عليه كده. دلوقتي انا هدوس ماكسمايز كده، هو ماكسمايز. هدوس شو، تمام، يبقى هي شو نورمال دي. حلو قوي، خلاص يبقى دي كده ايه، ماكسمايز كبرتها، شو رجعتها تاني او النورمال بتاعك يعني. خلاص عشان نبقى منطقيين بقى، اكتب على الزرار شو نورمال. ايه رايك؟ هدى كده وهدى الزرار اهو، بدل شو بس خليه ايه، دوت اف 2 كده، وتعالى في الاخر اكتب ايه، شو نورمال بالشكل ده كده. دي سيف اوكي، واعمل كنترول مع اف 5 من اي حته، ونزل الرينج نوت باد تحت وتعالى هنا. اوكي هنا زي ما ملاحظين هنعمل ماكسمايز، راحت كبرت. بص كبرت العنوان فوق، ركز معايا. بص العنوان فوق اهو موجود، والكلوز والارجاع بتاعها والمينيمايز كل ده موجود اهو. هعمل ايه، شو نورمال رجعت نورمال، هعمل مينيمايز تنزل تحت، ارجع تاني اجيبها اهي رجعت تمام اهي زي ما شايفين مع بعض كده. هعمل فول سكرين، خد بالك بص ايه اللي حصل، مفيش فوق تايتل ولا فيش اي حاجه خالص، ومش هقفلها بقى، هدوس شو نورمال فترجع تاني. خدت بالك؟ يبقى انا دلوقتي عندي مينيمايز بزرار، طلعها تاني بقى، عندي ماكسمايز بزرار، عندي الشو نورمال بزرار، عندي الفول سكرين بزرار، وادي شو نورمال تاني اهي. فكده بفضل الله التحكمات بتزيد معاك. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.